صباح الخير، وبالتأكيد في فقرتنا هذا سنتحدث عن من هم مشوار العطاء المتواصل والمنقطع النظير. هم من ينبضون تاريخ الوطن وهويته وثقافته، وأيضا هم من يسطرون في كل محفل الوجود الفلسطيني، وهم أيضا من ينقل التاريخ جيلا بعد آخر للعالم الخارجي. وهم الشباب الفلسطيني، وبالتحديد الحديث يتمركز حول شابة في العقد الثاني من عمرها تدرس في جامعة فلسطين التقنية خضوري مندوبة فلسطين للمشاركة في مؤتمر الفكر العربي في المغرب. هي الشابة دينا الهمشري. أكيد اليوم ضيفتنا دينا الهمشري مندوبة فلسطين للمشاركة في مؤتمر الفكر العربي في المغرب. يسعد صباحك دينا. صباح الخير. صباح النور. يعني في البداية دينا، بدنا تحكي لنا عن طبيعة هذا المؤتمر، وكيف دينا الهمشري مثلت فلسطين في هذا المؤتمر. بداية بدي أنوه أنه أنا الوحيدة الممثلة منطقة فلسطين، مع وجود جميع القدرات الفكرية سواء كان على مستوى ثقافي أو سياسي أو اقتصادي. المؤتمر كان طبعا هو بعنوان التكامل العربي، حلم الوحدة وواقع التقسيم. كان هو عبارة عن استقراء للماضي العربي ودراسة الأحداث التي تحدث على الساحة العربية في الوقت الحاضر، والخروج بتوصيات لما سيتم تنفيذه في المؤتمرات القادمة. دوري أنا كدينا همشري فلسطينية هو أن أقوم بالاستماع إلى آراء المفكرين السياسيين والثقافيين والاقتصاديين، والتعقيب عليها وربطها في الأحداث الفلسطينية، وما يعني وخاصة أن الأحداث والخلافات العربية قامت إهمال أو تهميش حق قضية على وجه الأرض وهي القضية الفلسطينية. طيب يعني دينا، من خلال المشاركة، هل بالفعل يعني من خلال الأفكار اللي تم طرحها في هذا المؤتمر، هل بالفعل كان من خلاصة التوصيات اللي خرجتوا فيها أنه بالفعل أنه الأحداث في الإقليم العربي من أحداث الربيع العربي والحروب إلى ذلك، للتنظيمات الإسلامية التي صعدت على الساحة، بالفعل هي مؤثرة بحق القضية الفلسطينية بجانب من الإهمال أو بجانب من الغياب الغير متعمد لو على الأقل؟ بداية كان موضوع الحوار في المؤتمر هو تحويل الصراع، أي إجمالا كانت أن نتخذ الصراعات هي بنظرة إيجابية نسبيا وتحويلها إلى موضوع سلمي قدر الإمكان. أما تأثير الحركات التي ظهرت مؤخرا فهي بالتأكيد تؤثر وبشكل أساسي على القضية الفلسطينية، لأنه كما تم ذكر ما قالته سابقا وزيرة الخارجية الأمريكية كوندريزا رايس، هنالك شرق أوسط جديد. شرق أوسط جديد. فما يحدث حاليا هو إنشاء شرق أوسط جديد، لفت الأنظار إعلاميا وسياسيا ودوليا اتجاه هذه الحروب في دول العربية، وتم إهمال القضية الفلسطينية بالمقابل. طب يعني دينا، أنت طالبة من تخصص البيئة والزراعة المستدامة في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وأيضا نشيطة في المجال السياسي، ولك العديد من المشاركات في قطاعات مختلفة في الوطن، لكن يعني من كليات الزراعة والحديث عن البيئة إلى تمثيل في فلسطين في مؤتمر فكري، يعني ما مدى الربط، يعني خاصة أنت كفتاة شابة تمثلي الشباب الفلسطيني بشقيه الذكور والإناث، وبالتالي لربما هناك تساؤل، يعني ما مدى ارتباط البيئة والتنمية المستدامة بالتمثيل الفكري، ومع أنه هناك ارتباط وثيق. نعم، بداية تخصص البيئة والزراعة المستدامة هو أصلا مرتبط في الأرض، وإذا تحدثنا عن السياسة فالسياسة أصلا هي برضه أساسا مرتبطة بالأرض. من هنا بحب أنه أنوه أنه أصلا الارتباط الفكري والسياسي جاء من تدريبي في أنا مؤازرة في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، وهم الداعمين الأساسيين للمشاركة في مثل هذا المؤتمر. كان بتمويل أيضا من جبينة الجبينة، بحب أوجه لهم شكر. الارتباط هون كان أنه أي فلسطيني برأيي كان لابد أنه يكون مطلع على الأحداث السياسية. كونك فلسطيني يجب أن تكون مطلع على القضية الفلسطينية، يجب أن تكون مطلع على الأحداث السياسية التي تدور بغض النظر عن تخصصك. التخصص الجامعي يعني في مقومة بالضبط. التخصص الجامعي هو عبارة عن علم، التخصص في مجال علم معين، بينما الثقافة يجب أن
تتوزع بجميع الأحداث التي تدور حولك سواء كانت سياسية ثقافية اقتصادية هون وغيرها. هون السؤال يعني يطرح بعيد عن المؤتمر ولكن بتسليط الضوء حول دور الشباب بالفعل إيش أبرز العناصر اللي بتشوفها دينا يجب على إنه الشاب الفلسطيني الشابة الفلسطينية إنها تمتلكها حتى بالفعل إنها تكون خير سفير لدولة فلسطين في التمثيل الدولي وكذلك الإقليم العربي؟ بداية إنه الشباب العربي أو الشباب الفلسطيني على وجه الخصوص المشكلة إنهم يعني عندهم قدرات عندهم في عنا متحدثين ولكن بصراحة نحن شعب لا يفعل نحن شعب خطابات فإنه لو أو أصلاً بالبداية إنه تم التوجه للكتب متابعة الأخبار بشكل يومي المطالعة يعني بشكل عام سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة كمان إنه غير إنه مراقبة الحدث ومتابعته يكون في عنا يكون الشاب نفسه قادر على إنه يمثل فلسطين بشكل أخلاقياً بدايةً كمان فكرياً يعني في المعاملة يعكس من كل شيء بالضبط يكون مثقف يكون مثقف على وجه الخصوص. طب يعني دينا من خلال اختلاطك في العالم الآخر وكان هناك جنسيات متعددة من العالم العربي والوطن العربي وفي هذا المؤتمر الفكري في المغرب ما مدى معرفة العالم الآخر بالقضية الفلسطينية وأيضا بما يدور من أحداث على الساحة المحلية هنا في فلسطين؟ بصراحة أنا كنت أتخيل أنه ما في معرفة بالكم اللي توقعت أنه أشاهده هناك حتى من الناس المحليين يعني قابلت ناس من المغرب عائلة من المغرب كان عندهم اطلاع كامل في الصراعات اللي صارت على الساحة الفلسطينية سواء كان بداية من الحقبة العثمانية بعدين انتداب البريطاني وصولا للاحتلال الإسرائيلي يعني كان عندهم اطلاع كامل ولكن في المقابل في هناك كنت أقابل معلومات مغلوطة خاصة مثلا حين يعني يجي متحدث يجي يحكي إنه ما فيها فلسطين مثقف واحد طب إنه بس فلسطين تاريخيا ولحتى اللحظة في عنا يعني مثقفين مثلوا فلسطين يعني أمثل بالضبط وغير هيك إنه إحنا مثلا إذا جينا نتحدث مثلا عن العلم عنا أقل نسبة أمية عنا ناس أبدعوا سياسيا أبدعوا ثقافيا عنا محمود درويش عنا شعراء كتير يعني إنه بنقدر يعني نفتخر فيهم في كل خلينا نحكي القطاعات متواجد الشعب الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني أيضا أكيد طب دينا يعني أكيد في هناك رسالة توجه للشباب الفلسطيني كل من بشاهدنا من الشباب والشابات يعني ممكن يسألوا كيف ممكن إحنا نروح أو نمثل فلسطين في مثل هذه المؤتمرات إيش أول نصيحة عدا عن الثقافة بتحب توجهها للشباب الفلسطيني؟ أول شيء إنه قبل ما تيجي تفكر إنه تمثل فلسطين في المحافل الدولية حاول مثلها على مستوى محلي ادمج نفسك أنت على مستوى محلي هاي يعني رسالة لكل الشباب إنه كون أنت قادر أولا على تمثيل نفسك يعني أنا بداية بصراحة أمام المرأة ثانيا في الجامعات اخرط نفسك في جميع الميادين جميع الميادين انه تكون باخراط نفسك فيها مثلا ما تحكي مثلا انا تخصص مثلا بيئه وزراعه مستدامه ما الي في المجال السياسي ما الي في الشيء الثاني لا انه تكون بدمج نفسك في جميع القطاعات العمل التطوعي برضه شيء مهم اساسي في تكوين وبلوره شخصيه الشاب انه العمل التطوعي انه قدم في المقابل انت حتلاقي شيء داخل شخصيتك بتكون فبالتأكيد يعني أكيد هذه رسائل للشباب الفلسطيني إنه برقها يجب بالفعل الإلمام بالمحيط ويجب التغذية الفكرية والثقافية السياسية الاقتصادية كل هذا بيقودنا لحلول لمعالجات حقيقية على أرض الواقع لكوكب من المشاكل اللي ممكن بالفعل إنه نتعرض لها. الشابة دينا الهمشري مندوبة فلسطين المشاركة في مؤتمر الفكر العربي في المغرب شكرا جزيلا لك وبالتأكيد فقراتنا تتواصل وإياكم أحيانا يعني قبل الامتحان الواحد ممكن يفكر إنه بدي يغش لكن الغش هو طريقة لا مش منيح الغش لأنه أحيانا التعب اللي ممكن تتعبه على اساس تغش هو نفسه التعب اللي بتتعبه على اساس تنجح تجهد نفسك فكريا من ناحيه التفكير القصدي يعني واشغال العقل في مثل هذه القضايا لكن احنا بدنا يكون هناك اشغال واعمال للفكر والعقل في المناحي الايجابيه بالتاكيد في تحقيق نتائج طيبه تعود على الجميع بالنفع.